فيك شيخ، وكنت عرفنا بروحك واحنا اليوم في دارك في القيروان. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أود في البداية أن أشكر قناة القلم على فسح المجال لتبيين ولإيضاح حقائق يجب أن تعلم من متساكني هذا البلد. على كل، أنا محمد ابن الشيخ عبد الرحمن خليف، دكتور في الطب، أنا طبيب أطفال، أترأس الجمعية الشرعية للعاملين بالقرآن والسنة، وعضو في هيئة الدعوة والإصلاح التي تنتمي إلى التيار السلفي في تونس. الشيخ، نعرف مليح أنه أعلنت الحكومة مؤخرا لأنه تنظيم أنصار الشريعة تنظيم إرهابي، شنو هو أول ردة فعل لكم أنتم؟ أول سؤال أولا يتبادر إلى الذهن، ما هو الإرهاب؟ ما معنى الإرهاب؟ ومن يقدم لنا التعريف الصحيح والمتفق عليه عالميا عن الإرهاب؟ شنو هو تعريفكم للإرهاب؟ أنا ليس عندي تعريف، إنما من وصف غيره بالإرهاب فليعطينا ما هي المواصفات التي اعتمد عليها حتى يصف غيره بالإرهابي. هل الذي يحمل السلاح هو الإرهابي؟ هل الذي يستعمل السلاح هو الإرهابي؟ هل الذي يحمل أفكارا تناقض المنهج الغربي والحضارة الغربية وطريقة العيش الغربية هو الإرهابي؟ حمل السلاح أم لم يحمل؟ وهذا هو في الحقيقة هو التعريف التي اعتمدت عليه الحكومة التونسية لتوصيف هذا التنظيم أو غيره من المنتسبين إلى الصحوة الإسلامية بصفة عامة بالإرهاب. فالإرهاب حسب زعم هؤلاء هو ما فرضته الحكومة الأمريكية. هو في نشوفه في الحقيقة، فما معناها تجاوزات أمنية وفما تقارير أمنية وفما اعترافات من بعض اللي كانوا تابعين إلى تنظيم أنصار الشريعة اللي اعترفوا بأنه تورطوا في أحداث عنف وفي تجميع السلاح وكل شيء. ما حتى لو فرضنا أنه هذا صحيح، قد تكون الاعترافات تحت تعذيب، وهذا باعتراف المتهمين أنفسهم، فهذا لا يعني أن يستعمل قانون الإرهاب الذي ما زال يعمل به إلى الآن وفرضته الحكومة الأمريكية على الحكومة التونسية أثناء حكم الرئيس المخلوع الفار. فلماذا الدستور التونسي يغير؟ هل هو مقدس؟ الدستور التونسي غير مقدس. هل قانون الإرهاب مقدس؟ إذن لما يبقى العمل بقانون الإرهاب اللي هو إرهابي؟ القانون نفسه إرهابي، لأنه كما ذكرنا وكما سيقول رجال القانون أنه هذا القانون، القانون الإرهاب هذا، أنه لا يملك المتهم أي إمكانية للدفاع عن نفسه بتاتا، فهو متهم وهو إذن أكيد يعني سيطبق عليه الأحكام القاسية. حتى لو فرضنا يريد الدفاع عن نفسه فلن يستطيع الدفاع عن نفسه، يعني هذا اعتمادا على قانون الإرهاب الذي إذن رضخت له الحكومة التونسية بضغط من الحكومة الأمريكية. ونعود إلى أحداث 11 سبتمبر، هذه هي التي من أجلها يعني سنة قانون الإرهاب لإرضاء الولايات المتحدة الأمريكية، وما زال يعمل به إلى الآن في تونس مع الأسف. تم ذكر الولايات المتحدة الأمريكية عديد المرات، معناها بكلامك النجم نفهم أنه فما معناها أيادي خارجية أو ضغوطات خارجية على الحكومة التونسية؟ لا شك في ذلك، حتى أدنى شخص يعرف هذا، حتى المعارضة أنفسها نفسها يعني التي يعني تعارض الحكومة الموجودة الآن هي نفسها صرحت بذلك. حتى رئيس منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان بن موسى نفسه يقول أنه هذا التصنيف هذا هو تصنيف سياسي لضغوط خارجية. يلندرا، علاش الوقت هذا بالذات باش الحكومة التونسية أعلنت أنه تنظيم أنصار الشريعة تنظيم إرهابي، رغم اللي نعرفه مليح أنه في أوقات سابقة تم الإشارة إلى أنصار الشريعة وقالوا ما زلنا نستنوا في الأبحاث الأمنية؟ ما عارفش علاش توا بالذات. والله سؤال يوجه للمعني بالأمر، حبينا نشوف رأيكم أنتم. أنا أتصور أنه لأهداف سياسية، الوضع السياسي في البلاد يقتضي إيجاد شيء حتى يلهي الناس
عن المشاكل اللي موجودة الاقتصادية والاجتماعية والتربوية وغيرها. فهذا إذن يجعل الناس، هذا معروف، هذا من السياسة الميكيافيلية، أنه إذا وقعت في ورطة كسياسي كون مشكلة وخلي الناس تتحدث. صدر عنكم أول بيان ليلة أمس، حبينا نعرفه مليح شنو الفحوى متاع البيان هذا، رغم اللي شفنا بعض الصور القرآنية وحسيناه ما يفهموش كل التونسيين معناها الحقيقة. شنو حبيت تقولوا في البيان متاعكم؟ حبينا نقولوا أنه أنصار الشريعة ما هي إلا كبش فداء أو قربان سيقوم به بعض الأطراف السياسيين لإيضاح أو لإبراز ولائهم لأسيادهم، ونحن إذن تلاميذ مجتهدون. وصرح بذلك صادق شورو حفظه الله نفسه، صرح في المجلس التأسيسي أنه كما كان العمل أثناء حكم المخلوع حين ضغط صندوق النقد الدولي أو البنك العالمي على تونس آنذاك لتصنيف النهضة كتنظيم إرهابي حتى يتمتع بالقروض الربوية للحكومة التونسية، الآن نفس الدور يقوم به صندوق النقد الدولي. هذا حسب كلام الشيخ صادق شورو حفظه الله، يقول اللي هناك ضغوط على الحكومة التونسية لتصنف أنصار الشريعة كتنظيم إرهابي حتى تتمتع، وهي في الحقيقة مش تمتع، حتى تتكبل بالديون التي ستقدمها هذه المؤسسات الربوية. هل سيتم الاستنجاد بمنظمات حقوق الإنسان في تونس من السلفيين ولا لا؟ والله هذا أقل شيء اللي يمكن يقوم به الإنسان نحو أخيه الإنسان المسلم. هذا لأنه نعود إلى البيان، لأنه في الحقيقة ضرب أنصار الشريعة واتهامها بأنها هي منظمة إرهابية هو في الحقيقة خطوة تتبعها خطوات وخطوات، بل سبقتها خطوات. هل منع الدعاة الذين يأتون إلى تونس لنشر الدين الإسلامي اللي هو ليس حكرا لا على مذهب معين أو على اتجاه معين، هل هم من أنصار الشريعة الذين أتوا من بلاد المشرق؟ ليسوا من أنصار الشريعة. هل منع الخيمات الدعوية أو الخيمات الإغاثية أو القوافل الطبية، هل هذا من أعمال الإرهاب؟ فإذا هناك مخطط. شيخ، فما ممكن الأبحاث أمنية اللي حكيت أنه فما بعض السلاح اللي تعدى في وسط القوافل هذيك اللي جاي، مثلا نعطيك مثال بسيط، أنه حادثة ممكن جات صارت قريبة منها اللي هي وقت الإغاثات اللي صارت في ولاية جندوبة، فما العديد من القوافل اللي جات من ليبيا واللي تعدى فيها سلاح واللي تشدت منها فيها بعض الأطراف اللي عندهم انتماءات بأنصار الشريعة. هذا يجب التأكد منه ساعة أولا. ثانيا، هناك أسلحة تدور في تونس وقد تم القبض منذ شهر، يعني في أواخر على ما أظن رمضان تم القبض في قفصة على سيارة مدنية تابعة لشركة تحت رجل أعمال تونسي مشهور بمؤامراته، وتم التكتم على الأمر. هذا السلاح موجود. كذلك في صفاقس منذ 4 أو 5 أشهر تم حجز أسلحة ثقيلة يعني من كلاش ومن أر بي جي في مقر أحد الأحزاب المشهورة في صفاقس. هذه لما تكتموا على هذا الأمر؟ يعني يبقى الأسئلة دائما مطروحة. هذه أولا. ثانيا، هذا أنا أتذكر نكتة كانت تقال أثناء الحكم للرئيس المخلوع أو الفار، هذا يقال أنه أريد بإقامة مباراة لدلالة على قدرة رجال الأمن في 3 دول، اختاروا مثلا دولة أوروبية ودولة آسيوية حتى لا أذكر الأسماء ودولة أفريقية، تصور أنت ما تشاء. على كل حال أعطوهم كل واحد أرنب وقالوا لهم سيبوها الأرنب في غابة ولكم كذا كذا يعني من الزمن حتى تأتون بتلك أرنب، يعني ابحث. هذه طريقة للبحث. اللي في أوروبا مثلا بعد ربما نصف يوم أتى بالأرنب، اللي من الدولة الآسيوية بعد 24 ساعة جاء بالأرنب، بقوا الثالث اللي هو من إفريقيا، وتصور ما تشاء يعني بالدولة الإفريقية، بدأ يبحث ويبحث ويبحث ويبحثون عنه أسبوع كامل ولم يجدوه، في الأخير وجدوه في الغابة ماسكا قطة. اعترف بأنك أرنب، اعترف بأنك أرنب.
فهذا ما يحدث مع الأسف. يعني هذو ناس نفسه الأستاذ محمد أنور ولاد علي حفظه الله بين اللي من الأسماء اللي ذكرها الوزير نفسه هم كانوا طلقاء، يعني ما زالوا كي تبرأت ذمتهم أمام المحكمة وأطلق سراحهم في ذلك اليوم أو قبل بيوم أو يومين. منهم شخص سيتم زفافه اليوم مثلا، أحد الأخوة يوم أمس ذهب إلى بوزيد وتقابل مع شخص ذكر لي اسمه، اسمه خليفة، قال هذا أتوه أصحابه قالوا له أصبحت بطلا، لقد ذكر اسمك في قائمة الإرهاب ونشرت صورتك. وهو طليق يوم أمس بات في بوزيد مع بعض أصدقائه وإخوانه، كيف يعقل هذا؟ هذا يعني حتى من البساطة مستحيل باش يقبلها أي عقل. حابين نسأله ممكن تصنيف بعض التصنيف الإرهابي اللي أقرته الحكومة حول أنصار الشريعة، شنو ردود الأفعال السياسية اللي دائرة في الساحة اليوم؟ الأكيد أن الحكومة تتعامل بالإرهاب، هي التي ترهب المواطن. أنه تقع مداهمات أحد المشايخ المنتمين لهيئة الدعوة والإصلاح من جماعتنا، يعني من مجموعة المشايخ، هذا تم مداهمة بيته في الليل يوم الأول أمس في الليل، يعني في الساعة الثانية أو الثالثة فجرا. هذه الأعمال ما زالت، أي قانون هذا وأي بأي قانون هذا؟ لماذا المداهمات الليلية؟ ترهيب يعني المواطن وترهيب أهله وأطفاله إلى غير ذلك. فهل يعقل هذا؟ فالإرهاب هو الذي تسلطه السلطة على المواطن، هذه أولا. ثانيا الطريقة التي تم عرض بها هذه القضية هي طريقة إرهابية، يعني مخالفة للقانون اللي هما ألزموا أنفسهم به. فكيف يعقل أن يكون رئيس الحكومة هو الذي يعلن على هذا التنظيم أنه تنظيم إرهابي لم يتم النظر فيه قضائيا؟ كيف هذا؟ يعني في الأصل الدورة تكون بالعكس، يعني أولا القضاء ينظر ثم يأتي بالأدلة، تعرض الأدلة ثم هناك قرار يتم منع أو عدم منع. أما أنه يتم المنع أولا بدعوى أنه هذا تنظيم إرهابي، بالطبع سوف يضغط على القضاء بصورة حتى لا يكذب رئيس الحكومة، والنتيجة معروفة إذن، حتى لو كانت الأدلة كلها مثل تلك أدلة القطة التي يجب أن تكون أرنبا. نعرف مليح أنه بعد ما أعلنت الحكومة أنه تنظيم أنصار الشريعة وتنظيم إرهابي، فما البرشة اللي من اللي كانوا ينشطوا في أنصار الشريعة اللي نوعا ما اختفوا، معناها ممكن خوفا على الأمن وكل شيء. يلندرا في تونس نجموا نلقاو أحداث عنف بعد ما الحكومة تزيد تواصل في الضغوطات هذه ولا لا؟ شوف والله المشكلة هي مش متعلقة بتحليل أو هذه مش نقعد نتحدث ومانيش باش نوصل، مستحيل باش نوصل إلى ما يمكن تصوره في المستقبل. لأنه مثلا في الملاعب الرياضية، هل يمكن لنادي رياضي معين مسك جميع مناصريه؟ لا يمكن استعمال العنف في الملاعب الرياضية. لماذا يمنع الحضور في الملاعب الرياضية؟ لأنه لا يمكن إذن مسك جميع الشباب وأتباع ذلك النادي مثلا الرياضي. ولكن نوعا ما ثم تنظيم اللي يحاول ينقص من الخطورة هذه ولا ينقص من أحداث العنف. طبعا هو هذا دور المشايخ والدعاة، هو تبيان الحقيقة وجعل الشباب يعون دقة المرحلة هذه. ونحن كما تعلمون نحن دعاة، هذه أرض دعوة وليست أرض جهاد. هذا نعودها ونقولها، لأنه التونسي هو في الأصل مسلم. طيب هناك بعض أخطاء توارثها الأجيال ويجب تصحيحها، هذا هو دور الدعاة والمشايخ لتبيين هذه الحقائق. أما أنه باش نتصور شو مش يكون رد الفعل، فهذا قد يكون معناها رد سلبي وقد يكون فعلا إيجابي. يعني قد تكون هناك بعض عمليات يكون بها بعض الشباب الذي يشعر بأنه ظلم وأنه قهر، لا لذنب إلا لأنه أراد الدعوة لدين الله.
هذه أن تمنعوا من خيمة دعوية، أن تدعوا أن يقول للناس يقولوا لا إله إلا الله، فما الناس تجهل كيف تصلي، فما الناس تجهل حتى كيف تتوضأ، فما الناس تجهل حتى الصلاة على الجنازة على الميت، يدفنون موتاهم بدون صلاة. فهذا إذن أدنى الأشياء التي يجب أن تقام. أما مش تقول أنا بش نقوم بهذا في المساجد، هذوك في المساجد يعرفوا، أما اللي ما همش في المساجد ما يعرفوش دينهم سبحان الله. فإذن هذا دور الداعية أنه يقوم ب الاتصال بالمواطن بصفة عامة في أي مكان، في السوق، في المقهى، في أي ميدان. شيخ، احنا نتسمو في دورة القانون والمؤسسات، واللي عنا قانون يحكم علينا انه لازمنا الناس كل ننضوي تحته. مثلا ظروف البلاد احكمت علينا انه ما لازمناش نعملوا خيمات دعوية. وين الاشكال هنا وقت اللي نطلبوا ترخيص ونعلموا السلطات باش يحاولوا يأمنونا مثلا الخيمة الدعوية متاعنا؟ لا، هنا القانون نفسه الذي من وضعه، سأل القانون هنا سؤال، وضعه قانون سمحني، وضعه أناس أكيد راعوا مصالحهم. ولا تقولوا لي لا مستحيل، لأنه كل إنسان باش يضع قانون لابد أن يراعي مصالحه هو الشخصية. ودري على ذلك أنه كل قانون إلا ويحور وينقح إلى غير ذلك. هذا دلالة على أولا قصور النظرة البشرية، ثم على أن هناك مصالح. ودليل على ذلك الدستور يتغير، كل واحد إلا ما يأتي إلا ويأتي قانون يفصله حسب مقاصه هو. طيب نحكي على ممكن. فهمتك. ولكن إذن لو فرضنا أن القانون هذا نفسه الذي وضع، القانون الوضعي هذا للجمعيات، هو يطلب من الذي سيقوم بأي نشاط يجب أن يقوم بإعلام السلطة المحلية وليس بطلب ترخيص. النشاط الحزبي هذا القانون، هذا القانون إيش يقول، ولكنهم يريدون فرض الغير قانون على الناس. هذا الإجراء الغير قانوني أنه نطلب أي ترخيص مش صحيح. القانون الجمعيات وقت اللي باش نستغل الساحات العامة القانون، لا سامحني، هذا قانون الجمعيات مش قانون الأحزاب. في قانون الأحزاب هذا رجال القانون أنفسهم، المحامين أنفسهم، أنا استشرتهم وبينوا لي هذه الحقائق، أنه في النشاط الحزبي فعلا يجب إذن طلب ترخيص من السلطة المحلية حتى إما ترفض أو تقبل. فبينما النشاط الجمعياتي لا يتطلب منه أو لا يطلب منه أن يتقدم بترخيص، مجرد إعلام السلطة المحلية سأقوم بنشاط كذا وكذا في المكان الفلاني في العشية أو في المساء أو في الساعة الفلانية، فقط مجرد إعلام. خلينا ممكن نحاولوا ممكن نختموا الحوار متاعنا. نعرفه مليح وهذا اللي موجود في وسط العائلات الكل، انه فما سلاح يدور في البلاد، وفما بعض وليداتنا اللي مشاو وتبعوا الطريقة تاع السلاح هذا. انتم في وسط التنظيم متاعكم، في وسط اللقاءات بين المشايخ وبين الطلبة متاعكم، يلندرا حكيتوش في الموضوع هذا؟ فما اكيد بعض التجاوزات، حكيتوش مع الولاد هذوما باش يحاولوا يضبطوا النفس اكثر ولا لا؟ رفع التباس، أنت قلت لي في تنظيمكم، أنا لا أنتمي إلى تنظيم أنصار الشريعة، وإن كان أنا من أنصار الشريعة كشريعة يعني شرعة الله سبحانه وتعالى يجب أن تطبق، ولكن لست من تنظيم أنصار الشريعة، ولكنهم إخوتنا. وتبنيت الأنصار الشريعة في أخي المسلم، أنا كشخص من أي انتماء لا يهم يعني الانتماء، لكن هو أخويا مسلم. أنت حين يلحقك ضرر من واجبي أنا كمسلم أن أدافع عنك، لا يهمني نظرتك السياسية، لكن أنت مسلم توحد الله وتشهد أن محمد رسول الله، فواجبي أنا المسلم وأخو المسلم لا يخذله، ما يلزمش نخذلك، أنا يلزم نقف معك، لأنه نهار آخر أنا ربما أحتاج لك كما أنت أحتاجت لي الآن، فأنا أدافع عن أخي المسلم مهما كان الانتماء متاعه، حتى لو كان مخطئ فأنا أدافع عنه وأصلح الخطأ متاعه. يعني هذا هو معنى الحديث اللي يقول أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، يعني حين قال الصحابة ننصره مظلوما هذا واضح، ولكن كيف ننصره ظالما؟ قال تبين له الحق، يعني نبين له الحق ونقول له أنت مخطئ، فحين إذن يتم إصلاح الخطأ هذا فقد نصرته، يعني أنت رفعت عليه الظلم اللي هو قد يؤدي إلى هلاكه، فحين أنصحه إذن يعود إلى الطريق المستقيم. فهذا مسك سلاح أو غير سلاح، هذا اللي يمسك عنده سلاح يا أخي يقوم بالإجراءات إذا كان فما شيء آخر. أما أنه تنظيم كامل يتم حظره بدعوة أنه القينا عن شخص أو اثنين سلاح، يا أخي هني قلت كما ذكرت لك
حزب في صفاقس تم، لما لا يمنع الحزب أصلا في مقر الحزب نفسه، مش عضو هذا، في مقر الحزب نفسه. الإخوة في حركة النهضة هداهم الله مروا بمثل هذه المراحل في عهد المخلوع، هم أنفسهم ذاقوا الويلات، ولكن الغريب أنهم يمروا الآن، أخذوا دور الذي كان يلعبه الإعلام والسلطة آنذاك، فأصبحت الضحية الآن هي الجلاد. فلماذا تضيقون إخوانكم الشباب، شباب الصحوة؟ إنهم لا يريدون بكم سوءا، والله لا يريدون بكم سوءا، إنما أنتم اتقوا الله سبحانه وتعالى، اتقوا الله، اتقوا الله في هذا الدين، أولا دين آبائكم وأجدادكم، واتقوا الله في هذه الصحوة الشبابية. ستسألون يوم القيامة، ستسألون يوم القيامة عن كل قطرة دم أهريقت ظلما، ظلما وعدوانا. في الختام يعني وجه نداء إلى كافة الشعب التونسي، أقول له لا تسيء الظن بالله سبحانه وتعالى، أنت كمسلم يجب أن تؤمن بأن هذا الدين هو دين الله سبحانه وتعالى، إن الدين عند الله الإسلام، ولا يمكن أن يتصور المسلم أن الله سبحانه وتعالى سوف يترك دينه حتى يهزم أتباعه، إنما الأكيد أن الله سبحانه وتعالى وعد أتباع هذا الدين بالنصر لمن يستحق النصر، لمن توفرت فيه شروط النصر، لأنه الله سبحانه وتعالى لما بعث محمد عليه الصلاة والسلام، لما أرسل هذه الرسالة، لما جعل هذه الرسالة هي خاتمة وناسخة لكل الرسالات، إذا لم ينتصر الإسلام سينتصر الإسلام، والدليل على ذلك هذا هو أولا سلع كلام الله ووعد الله سبحانه وتعالى، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فإذا الواجب هو نصرة دين الله، فلا تستسلموا ولا تغرنكم الأقوال التي يقولها خاصة وسائل الأعلام إلا من رحم ربك، فوسائل الأعلام في أيدي العابثين الفاسدين مع الأسف، الذين كانوا في عهد المخلوع وما زالوا إلى الآن يطبقون برامجهم الإلحادية والكفرية لإخراج هذا الشعب من دينه، والأدلة كثيرة على ذلك، ومنها كذلك الأدلة التي تبين أن النصر آت لا شك في ذلك، هو رغم هذه الحرب التي لا هوادة فيها، التي تقام ضد الإسلام في الغرب وفي غير الغرب وفي بلاد الإسلام نفسه، ورغم ذلك فإن أكثر الأديان انتشارا هو الإسلام الآن، رغم تلك المضايقات ورغم تلك الحرب، ولكن الإسلام هو الذي إلى الآن ينتشر في بلاد الغرب أنفسها، وهذا ما يغيظ الكفار، ولكن رغم ذلك سيأتي النصر. وأختم بقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. فهم مغلوبون، 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 لا شك في ذلك، وهذا كلام الله، لا شك، لا نشك في ذلك، ولكن من سيغلبهم هو الذي توفرت فيه شروط النصر. فإذا توفرت شروط النصر وهذا هو المطلوب، سيتم النصر بإذن الله سبحانه وتعالى. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وبارك الله فيكم جميعا.